سيد سيف، يعني تحدث عن 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 يوميا بيع قرابه 200 مليون دولار في العراق. هسه رواتب شهريه ممكن قضيه معقوله، بس بهذا المستوى 200 مليون دولار يوميا تباع من قبل البنك المركزي الى المصارف الاهليه وشركات التحويل، هذا ما ينطينا على انه هناك موضوع بينوعا ما من شبهات الفساد، او هو الواقع العراقي يحتاج الى هذا المبلغ؟ لا اتحدث في هذا الموضوع اذا ما تنطيني مساحه 10 دقائق. اتفضل. لان هذه مهمه جدا للتوضيح. تفضل. شوف استاذ حيدر، ما هو مزاد العملة؟ أنت تعرف شنو مزاد العملة؟ جمهورك طيب. المواطن يعرف شنو مزاد؟ مزاد العملة هو سياسة نقدية يمتلكها البنك المركزي. الغاية من عنده تسهيل تسديد التجارة الخارجية. الغاية من عنده خفض معدلات التضخم. الغاية الأساسية من عنده لدفع الرواتب التشغيلية أو الميزانية التشغيلية أو الموازنة التشغيلية. خلي طيب. نتحدث عن رقم ال 200 مليون، انت ردت تتحدث عن ال 200 مليون طيب. في هاي السنه. نعم. اوكي، هاي ال 200 مليون نرجع للموازنه التشغيليه 2021 بشكل مختصر. موازنه ضخمه تجاوزت ال 129 تريليون دينار عراقي، ركز. مبيعات نفط متدهوره اسعارها. حجم الاحتياط النقد الخارجي للعراق كان في زمن سنان الشبيبي الله يرحمه 87 مليار دولار. بسبب حروب داعش ونزول أسعار النفط نزل هذا الاحتياط إلى معدلات 40 مليار 48 مليار دولار. كل هذه المتداعيات جت وزارة المالية بينت للبنك المركزي قالت لا أنا محتاجة من عندك 129 تريليون تأمن. عندنا النفقات التشغيلية ضخمة زائدا الرسوم والجباية قليلة يعني 9 تريليونات. زين شلون يسددون هذه الأرقام الكبيرة؟ وزارة البنية بينت أنه لديها فائض من بيع النفط بالخارج ما يعادل 40 مليار دولار أو أكثر. طيب. فحسبوها بشكل مناسب أنه وجزوا أنه يحتاجون يبيعون البنك المركزي معدل 200 إلى 220 مليون دولار يوميا وبمعدل سعر 1450 حتى يسد الموازنة التشغيلية. طيب. يا أخي أنت لا تهمل الموازنة التشغيلية.